رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير اللي يتكلم عن الاحتفالات الشعبية وأكيد استعداد الناس لهذا الشهر الفضيل، وأكيد الوالد أيضا عبد الله سعيد النقبي بيزيد على هذا التقرير من خلال حوارنا معه اليوم في المرمس. حياك الله ويانا أبو سعيد في هذا في هذه الحلقة. حياك الله ويانا أبو سعيد. حياكم الله. كيف صحتك؟ كيف الرمضان وياك؟ الله يسلمك ويسلمكم الله خير. إن شاء الله ما في تعب. والله الحمد لله بخير. الحمد لله. الحمد لله. صيام طويل لكن الحمد لله الساعات تنقضي ولا تدري. الحمد لله الحمد لله. على قولتهم رمضان ركضة. الواحد ما يحس في رمضان. إي والله. لو تخبر للوالد كيف كانت استعداداتكم لرمضان؟ أيام قبل والله رمضان نستعد لرمضان يوم قالوا رمضان من شعبان يعني لرمضان استعدنا لرمضان كل واحد يأتي حياته يأتي أشياء يأتي قهاويهم يأتي الأشياء يأتي شو الأشياء اللي تشترونها يعني؟ شو الأشياء اللي تشترونها؟ يشتري يأخذ الطحين زمان دور يأخذ الطحين يأخذ عيش عيش يأخذ أشياء حياة يكون هاي وكل واحد يسوي ببيته ويتجمع الحريم في صوب والرجال في صوب يوميا يوميا في القهوه هاي بعد صلاه المغرب العشاء التراويح يتجمع الحريم في صوب والرجال في صوب وحط كل حد يأتي قهوته هذه هاتي قهوة هذه هاتي قهوة هذا علي القهوة وهذا علي مثلا هي هذا هاتي خبز هذا هاتي عرسية هاي هاتي ساق وهاي كل واحد مقدوره يجيب وحطوا الحريم يروح يتقهوى وقت الفطور ولا وقت عقب التراويح ها وقت الفواله اللي هي بعد صلاه التراويح تكون بعد صلاة الفواله بعد اما الفطور كل واحد يفطر الفطور بيته؟ كل واحد يتجمع وبعد يفطر كلهم الجميع وحد لا الحين كل واحد بنفسه مكانه لكن الحين بالمساج لكن بزمن الاول كل واحد بيته اول اهله جيران عداليه يتجمع بعد ويفطروا يحط الفطور ويتجمع ويفطروا ثم بعد صلاه التراويح يخلصوا التراويح وصلوا المساجد يو الصايحوا اجواء الرجايل الصايح الرجايل والحريم الصايح الحريم ويتجمع في كل حد في مكان روحه في مكان واحد ويتقهوى يحط قهوة هذه هاتي هريسة هاي هاتي عرسية هاي هاتي خبيص هاي هاتي ساق وهاي هاتي خبز يجمع مجمع الشيء أنا أسأل نفسي ساعات نعم أقول قبل ماشي ميكروفونات كيف تعرفون الأذان يصيحوا 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 يا فلان تعد قهوة يا فلان تعد قهوة يا فلان تعد قهوة الواحد اسمه الحرمة مثل تصير هناك والصحبة على على ربعها وقت الفطور وقت الفطور كيف تعرفون ان الاذان الاذان ليه وقت محطة بعد لا بس ما في ما في شيء ما في ولكن شو يعرف ممكن مؤذن يكون يعرف الوقت الاذان كيف يصير هي واحد يؤذن هناك في مكان في كان في القيض في عرشان عرشان سعف يدعون ويسوي في القيود يصيح يسوي مسيد من سعف من نخل روح من الناس يعني يسوون كل واحد يسوي عريش او ايه كل واحد عريش وخيمته والمال الاكل مطبخ وعريش وسبله هاي في القيض ممكن هاي في القيض في القيض هاي سبله المقيض اللي يسمونه وقت الحر وسيم حطاه سيم من دعون ومن حطب خشب من روايل مال النخل مقطعة مسابقة واحدة هناك واحدة 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 هنا ومحطة الدعم فوق هذا الفريج كامل يروح لهاي الأماكن أو المقيض يقيضون مكان واحد كل حد كامل كل حد في مكانه كل واحد سوى لي عريش هناك هاي سوى لي عريش هناك هاي سوى لي عريش هناك هاي سوى لي عريش هناك وسبلتي وشياء وكله كل واحد عاد ذاقره قريب قريب ما بعيد وايد وايد شوي شوي والحريم شو يطبخ أيام رمضان؟ يطبخوا على حطب لا شو الأكلات الموجودة؟ الأكلات تسوي لحم لحم. في لحم عندنا هي غنم عندنا كانت غنم حلوة مربطين الغنم تيوث تمام كبار وقت هاي وقت الهيع لا يذبحوا هي ذبيحة حد يستقدر على الذبايح يذبحوا وغسلوا اللحم وعدلوا وحطوه في الكرش مال التيس اللي ذبحوا طلع الوساخة ماله كله وحط اللحم في الكرش هذا كل واحد في بيته ما في اختلاف لكن اللي عنده لحم يسول ما عنده حطه في الكرش وعلقه في داخل المطبخ عندنا مطبخ هناك فوق ولا بالقطيعه في قطيعه العريش وما يخيس اللحم الوالد؟ لا مملوح مملوح ملحون اللحم تمام وخبقوا الكرش من تحت حتى يطلع من الدم الوساخه هاي تطلع والدم هو ناشف
واللحم يتم 30 يوم طول رمضان. الدم يطلع من تحت الدحم البصاخه هاي تطلع تطيح. انزين. تطيح الارض. والكرش معلق الكرش هذا مال التيس. اللحم داخل فيه. يمكن شهر شهرين ثلاثة. وما يخترب اللحم. لا لا ما يخترب. ياخذ منه شويه ويحطه منه باللحله. الصالونة بس هو صالونة يأتي البصل يأتي الحياة أشياء وقطع البصل يحط يقطع طماطم قط ما في طماطم يزرعه قطعه وحطه داخل الأشياء وطبخوا على هي صالونة هاي طبخوا على الضوء ما في غاز ما في شيء ما في أول تالي على الحطب بس على الحطب الحطب حطب كله حطب صمر صدر من جميع الشيء. شدت انتباه إبراهيم سالفة الكرش لما يحطون داخله اللحم يبالة تقرير ويبالة نعم أنا روحي حطيته أنا كنت عند أبوي نعم والله حطيناه بدل الثلاجات ما في شيء ملقينه فوق بالسق ومحطين له حديدة أو شيء حتى أو حبل ويقطر هياك الوصاخ يطيح منه كله حتى يسوون السمك يسوون منه الماء السمك يملحوه ويحطوه بخروس يحطوه ببياب يحطوه بحياته شيء مملوح الأبد السنتين ما يعبوا الكرش شاي اللحم فيه أقول لك يوم بغوا منه لحم خلوا منه انزين والكرش بعدين يتاكل ولا ما يتاكل؟ الكرش يتاكل ولا ما يتاكل؟ ما يتاكل يتم باقي محله باقي محل والله حورت انا حي ابوي معلقنا هالنمون معلق فوق والوصاخ طاح الدم ما دم هاي طاح نزل والملح هو تم هذا جو التويل الناس تتعود على العيشه هالاول تعود العيشه هذه ما هي ثلاجه ما هي شيء ما هي اول انزين ما هي ما هي بيت اذا جينا للاسم اللحم الدياي كيف تسوونه؟ الدياي في البلد من البلد على طول مره ذبحونه وتطبخونه الدياي واي يربش وقت النهار يروح في الوقت القيض يروح المزارع ياكل من المزارع ياكل منه ياكل منه يوم طوال الليل رقد في السدره رقد مكان عدالي هاي العيشه يمكن كانت بسيطه جدا بسيطه الحين كيف تسمعون ان الحين نقول يلا العيد الفطر يا كيف تستقبلون خبر ان عيد الفطر باكر الزمن الاول عندكم 10 كنادير ياسف في البيت ماشي وحده وحدة في زمن الأول أقول لك حرام ما أكذب عليك وحدة نلبسها الحين للحول نغسلها وندق على حصى بس على حصى دقوها في زمن الأول ما الحين مكوز ثياب لكن زمن الأول دجاجة وحدة وزار واحد وتحصل ما تحصل بعفانية تحصل مقصر يخيطوه هناك مقصر يسووا مقصر هناك يخيطوا على عيديناتهم على يدين في حريم هناك يخيطوا تخيط وحتى الكنادير يخيطون نعم يخيطون ماشي هاي كرخانة خياطة ماشي انزين لما سأل إبراهيم أنا يعني بعد سؤال إبراهيم الوالد كيف تتحرون شهر رمضان الهلال كيف تتحرونه قبل نعيد منو يشوفه؟ نشوف الجميع يدور يعني بروحكم يعني تتجمعون تشوفونه؟ الجميع يتجمعوا بالعشرات 20 نفر 10 نفر يعينوا يعينوا على اليبل يشوفوا إذا شافوه قال هاكوه الهلال 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 إذا ما شافوه ما شافوه يحلف أظن الشهود يحلفوا نعم يحلفوا حتى الشهود رمته يحلف يمين قصم إنه ريت الهلال هاكوه الهلال ريته نعم انزين الوالد طبعا نحن مستمرين في الحوار معك لكن الحين اكيد المشاهدين يتريون ويبون يفوزون عاد نرجع ان شاء الله نستكمل حوارنا وناخذ اول اتصال من حلقة اليوم ونقول يا مرحبا الساعة حيا الله بمريم الو مرحبا حيا الله مريم الو مرحبا حبتين ايش حالك يا مريم الو مرحبا الصوت ما يسمع عندي مريم تكلمينا من جلبه ما شاء الله من المنطقه الشرقيه هي خبرينا عن الاجواء الرمضانيه في المنطقه الشرقيه والله الأجواء الرمضانية حلوة عندنا حلوة؟ شو فطرتي اليوم مريم؟ شو؟ شو فطرتي اليوم؟ فطرت سبيد وحرير نعم يلا بالعافية عليك مريم مستعدة للفوز اليوم مريم ولا؟ أكيد مستعدة يلا السؤال الأول عندك طبعا بنعرض الحين صورة هذه الصورة أصلا منها الإجابة يعني دائما نحن نحاول نربح المشتركين معنا الحين المخرج بيعرض لنا صورة وبسألك السؤال مريم يقول لك أداة تستخدم في صناعة التلي هذه شو يسمونها؟
أداة تستخدم لصناعة التلي. وعشرين ثانية يا مريم. كجوجة؟ شو؟ كجوجة؟ اللي نقلت شكله الكجوجة؟ صح. لا هي نطقتها غير. شو يا مريم؟ ممكن خيارات. الكجوجة بالفعل صحيح. ألف مبروك يا مريم، فزتي معنا بألف درهم نقدا زائد قسيمة إفطار مقدم من مطعم النكهة الدمشقية. مبروك يا مريم. ألو، السلام عليكم. شاهد ويانا؟ أهلين. هلا، كيف الحال أختي شاهد؟ زينين الحمد لله. شو معلوماتك؟ الله يبارك فيك إن شاء الله. مستعدة للسؤال ولا ولا معلوماتك التراثية بسيطة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ها، إن شاء الله. سؤال جدا سهل، بما أنك أنت أول متصلة، ثاني متصلة يانا اليوم. سؤالنا جدا سهل. السؤال يقول: ما اسم الذي الخيوط اللي تزين الكندوره؟ الخيوط اللي تزين الكندوره شو اسمها؟ هاي لابسنها انا. بسيطه عندك. عندك هاي المعلقه هاي. اي واحد هاي هاي الخيوط. الخيوط هاي 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 الكندوره. شوفين التلفزيون، شوفي هذه اللي تزين الكندوره. صاروخه اسمها. باقي سبع ثواني بس. ما في خيارات؟ بسهلة عادة، ما أقدر. لا ما والله بالعكس، غششها إبراهيم. شهد شدي حيلت. ما سمعته والله، ما سمعته. سامحينا والله، سامحينا. وحظ أوفر. اتصلي مرة ثانية وإن شاء الله بنعطيك الخيارات. حظ أوفر اللي شهد، وناخذ اتصالنا ونقول مرحبا الساعة. ألو. ألو، مرحبا حليمة. مرحبتين يا هلا. إيش حالك حليمة؟ تمام ربي يعافيك. خبرينا عن الأجواء الرمضانية عندكم في عمان. والله الحمد لله، الامور طيبه. مستعده للسؤال ومستعده للفوز حليمه؟ نعم مستعده. انزين، سمعت نعم. السؤال اللي قبل اللي سال ابراهيم لشهد؟ لا ممكن تعرضينه. انزين، الخيوط المعلقه على كنادير الريايل شو يسمونها؟ هذه المعلقه على كندوره ابراهيم شو يسمونها؟ فروخه. الفروخه. وألف مبروك يا حليمة، بالفعل فروخة. فزتي معنا بألف درهم نقدا زائد قسيمة إفطار مقدمة من مطعم النكهة الشعبية. مبروك يا حليمة. شادة حيلها ما شاء الله عليها. السلام عليكم يوسف. عليكم السلام. كل عام وانت طيب. انتوا طيبين إن شاء الله. شو رمضان وياك؟ بارك عليكم الشهر. الله يبارك فيك إن شاء الله. شو معلوماتك التراثية إن شاء الله؟ رقم واحد. الله اوكي ان شاء الله. ان شاء الله. سؤالنا جدا سهل. انا بساعدك ان شاء الله. يوم. اول يوم وثالث اتصال. انا الصراحه الحين خذيت اتصال واللي اتصلت ما عرفت تجاوب، اتمنى انك تجاوب جواب صحيح. اللي اتصلون له عاش كلهم يجاوبون صح. سؤال سهل ان شاء الله. بتشوف فيديو الحين اخوي يوسف، احدى الحرف التقليديه التي اشتهرت بها نساء الباديه. شوف الفيديو هذا وركز فيه. احدى الحرف التقليديه التي اشتهرت بها نساء البادية. شوف هذا الفيديو وعطنا شو هذه الحرفة. هاي الحرفة بسيطة معروفة وقاعدين عليه يسو... إيه قاعدين هذا يسوون من الصوف ساعات ومن على حسب يعني يسوون من الخيام بعد. شو يسمون الحرفة هاي؟ هاي يوسف الوقت الإجابة مت... شو شو مرة ثانية؟ تدو. صح صح الإجابة صحيحة. مبروك مبروك أخوي يوسف، يفز معانا بجائزة 1000 درهم نقدا بالإضافة إلى إفطار، وجبة إفطار مقدمة من مطعم النكهة الدمشقية. مبروك. ألف مبروك ليوسف. وناخذ اتصال آخر ونقول يا مرحبا الساع. حي الله بفاطمة. حي الله بأهل عمان، ما شاء الله أهل عمان شادين حيلهم الليلة. فاطمة حسيتهم شكلي انقطع الاتصال بالعيمان. الو. مرحبا فاطمة. الو. ايش حالك فاطمة؟ الحمد لله بخير. ها شو معلوماتك التراثية؟ اوكي الحمد لله. مستعدة للفوز فاطمة؟ ان شاء الله. انزين السؤال يقول لك الحين بعد بنعرض لك الصورة والإجابة موجودة في هذه الصورة. يقول لك السؤال: منتج يعد من مشتقات الحليب، شو يسمون هذا المنتج؟ هذا ها هذا اذا اكلتيه بيرتفع فيك الضغط بعد. الحليب يسوون تشامي ولا مي. اليقط.
اليقط. متأكدة فاطمة؟ هي نعم. مليون بالمية؟ هي اليقط متأكدة. ألف مبروك يا فاطمة، ما بشكت في سؤالك أو إجابتك، فزتي معانا بألف درهم نقدا إضافة إلى قسيمة إفطار مقدمة من مطعم النكهة الدمشقية. مبروك يا فاطمة. طبعا ألف مبروك للفائزين معنا اليوم، وحظ أوفر إن شاء الله للي ما فازوا. أتمنى الكل يفوز ويانا بما أن أول يوم. أبو سعيد يعني خبرنا عن استقبالكم للعيد، إن شاء الله ينعاد علينا وعليك. علينا وعليكم إن شاء الله. بما أن كنا نتكلم عن العيد، عندكم دشداش وكندورة وحدة وتحطون فروخة هاي. إيه زمن لول فراريخ. إيه. أول زمن بس قصيرة تكون مش طويلة. ما عندنا هذه كويتيات على ماشي. ماشي. أول كلها عربيات. وين تتجمعون في العيد؟ وين تصلون العيد؟ جمع غرب البلاد. غرب البلاد. غرب البلاد ما داخل المساي. في غرب البلاد في مكان. المصلى مصلى وتجمع هناك. في البنات يشلوا حايات أغراض كذا فروخ يسموه فروخ. العيدية؟ لا فروخ أكل أكل. أكل يا فروخ. أكل. أكل الزمن الأول هذا ما الحينه. هي. الزمن الأول يحط كل حاجة على طاسة وهي الأولاد الصبيان الصغار وهاي ينشعوا. نشعوا انه ياكلوا عنهم. وشو كانت العيديه على قائده على طار العيد؟ العيد بعد العيديه ماشي عندنا هنا قدامنا ماشي عيديه فلوس ماشي ضعيفه الدنيا بس يصير يوايهم مبايهات بالعيال ويتقهوى وياك يعطيهم الحياه الاولاد شوي حياتك. انزين الاهازيج الشعبيه الوالد التراثيه، يعني قبل رمضان كانت في اهازيج في المنطقه الشرقيه او خرفكان مثلا الواحد لما يشوف الهلال، هنالك في اهازيج من قبل بعض القبائل ولا ما في اهازيج؟ الاغاني الشعبيه اللي يقولونها قبل. ما في شيء معين يومي رمضان ولا يومي العيد تقولونه اليهال فريخات؟ لا بس يفرحوا في العيد. يفرحوا في رمضان. وشو تلبسون البنات الصغار هذيله؟ الصغار يوم يقولون استوى العيد ودوهم كل واحد شال له طاسه ساقو ولا بيض او نشا او حياتي يودوه في الفروق يسموه الفروق زمن الاول يحطوا هناك تحت السمره هناك سمره ويسعلب تحت السمره البنات في مكان اولاد في مكان اولاد صغار كلها صغار ينشعوا ينشعوا عنهم ياخذوا ياكلوا عنهم ياكلوا ينشعوا هذول الاولاد الكبار المتوسطين يشيلوا بيض في زمن الاول بيض يطبخوه طباخ عدل ويعدلوه ويحطوا عليه كحال ويحطوا عليه شيء ويحطوا عليه حتى الصبغ يصبغوه صبغ البيض يصبغوه ويصيروا يراكسوا انكسرت البيضه مالكته انا خليتها الوالد. بنستكمل ان شاء الله حوارنا وبنستكمل سوالفنا مع البيض والامور الاخرى اللي متعلقه في شهر رمضان وحتى ايام عيد الفطر السعيد، لكن عندنا فاصل قصير بنرجع ان شاء الله. مشاهدينا نروح لهذا الفاصل بنرجع، خلكم ويانا. النثور هو النثور حق الياهل اللي توى يخطي، حق المريض اللي يستوى بخير، حق الواحد جاي من الحج، حق العروس، حق المريض يقوم من المرض. هذا النثور هو هالنثور ينثرون عليه بيزات وحلاوه ينثرون. هذا هو النثور، يعني مثلا الياهل يوقفون اللي توه يوقف يعني ويجمعون عليه عيال الفريق وينثرون. هذا ينثرون على الياهل. هذا النثور وكل الناس ياخذون الحلاوه. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير اللي يتكلم عن النثور وانواع النثور، وطبعا بنسال الوالد بسعيد. الوالد بسعيد مثل ما ذكرنا قبل هذا التقرير، النثور مثلا لين المسافر للولاده للحج للعروس المعرس والعروس المعرس ودوه الى مكان عند العروس
شارين الذهب او شارين شيء ذهب او ثياب ما ثياب وحايات كلهم حاطينها فوق الروس الزمن الاول، ما في سيارات ما في شيء. والحريم عندهم نثور شارين البقفاف بامي شفتي كذا اللي هو الدراهم الوالد؟ لا لا الحلويات حلويات حلويات ما في ول ول ما في فلوس فلوس, فلوس ماشي ول وين فلوس ول؟ تتبار ريال ما تحصلها بالشهر الى البيدار اشتغل بالنخل ريال واحد شهر شهر واحد يحصل ريال واحد ماشي فلوس والنثور تكون الحين حلويات احيانا ريحان يحطون الريحان من كل شيء ورود من كل شيء شاكليت ما شاكليت دق السبال حياتي يحطوه كله بقفاف ويوم يصير العرس يودوا المعرس يودوا لبيت العروس يودين عشان الذهبه يودين الذهبه لبيت العروس وينثرون عليها ها وينثرون عليها وهم يسيروا والطبل يصيح والنثور يصيح والاشياء والصهيل الحريم يصيح وكل شيء يصهلوا الحريم والنثور يتوحوا يتوح على المعرس يتوح على المعرس اللي يوصل بيت العروس. زين هذا بالنسبة مثلا المعرس لما يروح لبيت العروس، أما المسافر لما يجي الوالد يعني اللي نعرفه قبل كانوا الرجال يشتغلون في بعض الدول المسافر الخليجية. المسافر من بلد. إنزين. من بلد يا بلد بيته. ينثرون عليه بعد. يا بيته ودخل بيته. جاي صح إنه أهلي جيتوا الأهلي والإيران والأشياء اللي عند الدالي ينثروا عليه. لا. هنا عندنا القاعدة إلا أول سائر أول مرة سائر مسافر يكون مكان ويا ينثر عليه أول مرة ثاني مرة ما ينثر عليه لك الحين الناس عادات اللي يصير ينثر عليه كل يوم كل مرة ولا العادات الأولية بس هذا جاي للعام ساي جاي بس خلاص ما ينثر عليه يسوي وسلام بس حتى الحج والعمرة وش قهوة ها حتى الحج والعمرة حتى الحج والعمرة ما ينثر عليه إلا أول مرة إلى صار أول مرة وحي ويا دخل هو الحج يوم بيروح ويرد أظن ياخذ ثلاث شهور هي ثلاث شهور يتم هي ياخذ ثلاث شهور يوم بيرد يسوون له يوم بيسوي بيدخل البيت وبيدخلوا قالوا فلان جاي علموا النشرات الإعلام الخبر علقوا الإعلام علقوا الأشياء ببيته فلان فلان جاي من الحج صار كل حد يويه وينثر عليه من أهله ما من أهله ما يسلم علي سلام ويتقهوى ويطلعوا قهوة بس هي قهوة هوالة 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 تمر حاية شيء فندالة أرطب حي الله شيء موجود محطات لو تكلمنا عن العقيقة هاي العقيقة نعم. متى يسوون العقيقة هاي العقيقة وقت ما تبها يوم يجيهم طفل صغير لا يا طفل صغير الحرمة سوت بنت أو سوت ولد ربت الحرمة أو شهر أو شهرين أو في سنة يتم الرجال يمكن ما عنده مبلغ فلوس يشتري عقيقة يصبر لين يحصل لازم يذبح ويشتري التعقيقة ويذبحها ويوزعها ثلث إليه وثلث الفقراء والمساكين وثلث والبنية عقيقة واحدة والولد عقيقتين والولد عقيقتين نعم وهاي كانت للحين عندنا للحين موجوده موجوده بس لكن الاولين كانوا يمكن في عندهم يعني احتفاليه خاصه لها اظني العقيقه العقيقه هاي يوم يوزعون وكذا اللحم لا ما في خاصه ما عندنا خاصه هاد. ما في احتفالات معينه الوالد لا والله التوزيع كيف يكون بس يوزع انت اللهم عليها تعقوقه فلان او تعقوقه فلان بس انما عندنا شيء تخصيص يكون يشد الحياه ما نسوي حلو بس. انزين بما اننا نحن تكلمنا عن النثور النثور للياهل الوالد اثناء الولاده كيف تتم بعد نفس الشيء ولا النثور اللي هي البيزات وخلاص هي بيات الواحد بيجي بيشوف ولد بيحطيه بيعطيه حايه شيء يعطيها لداخل ما لازم ينثر عليه ما يحتاج يعطيها في مخبا يحط يعطيها للم يزور اللم شو عنده يعطوها كم الحين الوالد على اي دقه ينثرون ها الحين على اي شيء ينثرون الحين على كل شيء ينثرون الحين بالآلاف بالمئات صح كل يوم شاكليت حايات شيء او استقر ريال او شيء حط الانسى الطفل ابو سعيد خبرنا عن احتفالات ثانيه كنتوا تسوونها ايام قبل غير هاي يعني شو كنتوا تسوون مثلا اليوم احتفالات يوم العروس يوم العياد يوم شو هذا شو يوم العروس يوم العياد نسير وقت العياد قبل العيد بثلاث ايام نتجمع كلنا في مكان واحد ونسوي رزفات
غنى ورزفات وشلات وكل قبل العيد بثلاث ايام. قبل العيد بثلاث ايام العيد عاب يصبح بكم عنه ثلاث ايام نسوي رزفات. وين تحتفلون في الشرقيه؟ ها؟ وين تحتفلون في الخور؟ في الولايه. في الولايه نفس المنطقه اللي يسمونها في الولايه. هي. نحتفل في الولايه. هي. يوم الاعياد عيدنا رحنا الغرب وعيدنا وخلصنا وتوايهنا وجينا كل حد كل حال واحد بفريقه. كل واحد بفريقه هو يران وهي صايحه ويحط الهوايل من هريس ومن عرسيه ومن ساق ومن حجر ومن فندال ومن تمر وكل واحد قهوته كل واحد تمر. وهي الاحتفالات اللي ذكرتها قبل العيد بثلاث ايام من اي ساعه تبدا؟ باي ساعه؟ تبتدي عندنا من في الليل. من في الليل؟ من بعد صلاه العشاء الين الساعه بال 11 12. ساعات طويلة يعني. دق طبل طبل وهواء وقهوة وهوالة ودنيا ورزفات حريم في مكان روح حريم يرزفوا حريم ياسين يشوفون يشوفوا والريايين هنا يرزفوا رزفات وغنى ورزفات. وشو الأغاني الشعبية عندك؟ عندك شيء أغاني تقولونها قبل؟ والله ما عندهم هاي ما عندهم ما بحافظ شيء من الأهازيج الشعبية الوالد؟ ما بس أنا حافظ عنهم يغنوا ورزفوا سوا. أكيد اللي مثلا يرزف أو عنده الأهازيج الشعبية له مواصفات الوالد صح؟ هي مواصفات. شو مواصفاته؟ في قصايد قصده شعراء في شعراء كان شعر في قصايد يقصده ويسوي كل شيء. بسعيد انت قلت في احتفالية ثانية يوم العيد اتوقع تستوي هذا. قلت لي في احتفالية ثانية غير هاي الاعياد. يوم العيد اقول لك عادي تجمع الناس. ها؟ يوم العيد يجمعوا الناس في مكان واحد. في نقول في واحد محطاه والي البلد. يهتوا الناس ويجمعوا في مكان هذاك المكان. يعزموا من الزبارة عندنا ناس يعزموهم من البدية يعزموا حد. منا من خورفة كان عندنا واحد يلا من أحياء وعندنا فرقة أحياء وبعد في مكان أحد غير يجمعوهم ويجوا هنا بشلات يقولون شلات رزفات وضرب سلاح تفاق يضربوا بزمن الأول. نعم الوالد استانسنا وايد وياك اليوم في جلستنا واكيد استفدنا الكثير عن التراث عن النثور عن الاهازيج الشعبيه والاحتفالات الشعبيه اللي كانت قبل. الله يواليك الصحه والعافيه الوالد. كل الشكر على تواجدك اليوم ويانا ببرنامجنا والله يعطيك الصحه والعافيه. الله يخليك يا سعيد.